السلام عليكم. اليوم في مطبخ أمي إن شاء الله راح عندكم لكم تحلية خفيفة سهلة سريعة بالفراز. بما أنه أنا في موسم الفراز نغتنم الفرصة باش نوجدوا مثل هذه التحليات. واش راح نحتاج؟ للطبقة الأولى راح ندير نص ريتلة تاع الحليب، 4 مغارف كبار تاع السكر، 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا، النشا، ومغرف صغيرة تاع لافاني. إذا توفرت عندكم فانيلا سائلة أحسن. نبدأ مباشرة طريقة التحضير. واش ندير؟ نحكم الحليب تاعي، ندير السكر في الاول، وندير لا مايزينا تاعنا، ونخلطهم، ندير معاهم شويه تاع الحليب فقط، ما نكتروش باش نذوبوا هاد المقادير. نديرو كلش بارد بارد. نزيد نكمل الحليب تاعي كامل اذا، ونديرو فوق النار. اذا نديرو فوق النار، اذا هنا نحط الكريمه تاعنا فوق النار ونبقاو نخلطو. ما تنحيش كامل يدك عليها حتى تحسي بها بلي تتقال لك، كما رانا نشاهدو هنايا. هاي شغل اون كريم باتيسيير، ها هي فقالتنا، يعني تبقاي تخلطي بارد في بارد وهي فوق النار حتى تجمد لك. اذا هنا يبدا تعقد، هنا الغليه الاولى نطفي عليها، ما نخلوهاش تغلي، وندلها هذيك المغرفه الصغيره تاع تاع الفانيلا. لازم حتى تطفي باش ديري لافاني باش ما يروحش من الفوق تاع الفانيلا تاعنا. اذا نخلطها مليح، ندخلها في الكريمه تاعنا، راح تعطي ريحه روعه، خاصه اننا نشري لافاني تاع الميزان، يعني ما نشيش تاع العلب، تاع الميزان احسن. ولا كانت عندكم السائله احسن واحسن، راح تعطي طعم روعه. اذا نخلطها مليح حتى تدخل مليح هذيك لافاني في الكريمه تاعنا. شوفوا الكريمه تاعنا كيفاش تجي، يعني ما تجيش عاقده لانه راح تبرد، راح تولي هذيك هي، مانيش حابينها جامده بزاف. اذا هنا انا عندي ديكوب، ها هما امامنا، نفرغ فيهم، يعني ندير حوالي النص تاع الكريمه لانه من بعد راح نكملوا بالتزيين. اذا نعملوا النص الطريقة، وندخلهم يبردوا مليح باش نكملوا التزيين تاعنا. اذا لهنا عندي كميه تاع الفرز، هنا هذا وين عملت الكريمه تاعنا تبرد. نحكم كميه تاع الفرز، غسلتها قطعتها رقيق. واش ندلها؟ ندلها حوالي ندلها حوالي 2 مغارف كبار تاع السكر حسب الكميه، ولا هنا حابين مغرف ونص فقط تاع السكر. هنا وعلاش ندلها السكر؟ هذاك الفريزر راح تطلق لنا هذاك الجو تاعها، والفريزر راح تولي لنا طريه وتولي بنينه، لانه هذا الوقت يعني ماشي تجي الفريزر ماشي تجي بنينه بزاف، يعني تجي قارصه شويه. ندلها بهذه الطريقه. واش ندلها؟ نغطيها بكيس بلاستيكي وندخلها الثلاجه، يعني قسمة تبرد لنا هذيك ديك الكريمه تاعنا. هاد لي فراس تاعنا راحين يبردوا لنا، ونتلاقاو باش نكملوا التحليه تاعنا مع بعض. اذا نديرو يبردوا مع بعض، هاد الفريزه هادي راح تطلق لنا لو جو تاعها وتولي لنا بنينه. اذا هنايا بعد ما بردت لنا التحليه تاعنا، ها هي بردت هاد الكريمه هادي، ما فيهاش بزاف المايزينا، ما تجيش يابسه بزاف. الفراس تاعنا ها هو اللي عملنا له السكر، هذا نخلوه من بعد نشرح لكم واش راح نديرو به. اذا نحكم الفراز تاعنا، عملنا له السكر، عنده حوالي ساعتين من الثلاجه، يعني الوقت اللي تبرد الكريمه راح يبرد لنا الفراز تاعنا. ها هو، شوف كيفاش طلق لنا هذاك السيرو، حتى الفراز يولينا طري ويولي بنين. واش ندير؟ نعمر هاد لي كوب تاعنا، يعني ندير طبقه تاع الفراز ونديروا شويه من داك السيرو تاعها اللي بقى. اذا نعمرهم في 3، اذا نقسمهم على 3 باش يجونا كامل كيف كيف. بهذه الطريقة نقص شوية منه، كما نشوفه من بعد. واش ندير؟
حطهم على جهة. هنا عندي كاس تاع الماء وكيس واحد تاع فلون تاع الفراز وزن 50 غرام، يعني اللي نديرو حنا في نص ريتلة تاع الحليب راح نديرها لكم في كاس تاع الماء. اذا ندير كاس تاع الماء في الكسرونه وندير معاه هذاك الفلون فريز اللي هي 50 غرام، يعني اللي نديروها حنايا في نص ريتلة تاع الحليب. انا درتها لكم في كاس تاع الماء، نديرها فوق النار ونبقى نخلط غير تغلي نحيها. اذا هنا الفلون تاعي ها هو غلى، غير يغلي نطفي عليه. يعني نجرب كيفاش نبردو شويه. ونبقى يعني ونفرغ فوق الفراز تاعنا هذاك، نغطيه حتى يتغطى لنا كامل، نضيف يعني نعمرهم كامل في ثلاثة بهذه الطريقة كما نشوفو. اذا وندخلها للثلاجة حتى يبردو تماما ونقدمهم لكم. اذا التحليه تاع الفراز تاعنا ها هي ما بردت، راح نوريها لكم عن قرب. شوفوا تجي جامده الطبقه الفوقانيه، يجي هايل الكو تاعو بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوه، نختاري الفرصه مادام راه موسم تاع الفراز. والى الملتقى مع وصفه جديده، والى اللقاء.